وهلا بننتقل لفقرة رادار يلي رح نرصد من خلالها أسبوعيا تجارب ومواضيع بارزة عم تحدث فرق وضجة بحياتنا، ورح يغلب عليها اليوم الطابع الرياضي. أحداث كتير شهدها موسم 2022-2023 بكرة السلة اللبنانية، واللي اختتم بتتويج نادي الرياضي بيروت هو يلي أخذ اللقب. لاعبين أجانب على أعلى مستوى سجلوا حضورهم بالدوري الأقوى بالشرق الأوسط برأكتار، واللبنانيين تألقوا محليا وقاريا، إلا أنه المشهد الأبرز كان على دكة بدلاء بطل لبنان طوال الموسم. شابة عم تتفاعل مع أحداث المباريات وعم تتحدث مع المدرب أحمد فران ومساعده الأول جورج عقيقي بالوقت يلي عم بتدون الملاحظات غالبا. الكل سأل عنا وعن دورة، على الرغم من أنه صار لها سنوات على العارضة الفنية للفريق البيروتي. هالصبية هي رنا بازازو، وهي المساعد الثاني للمدرب أحمد فران، وهي ضيفتنا اليوم لنتعرف عليها ونعرف الجمهور على المؤهلات يلي وصلتها لها الموقع بنادي يعد من الأبرز بآسيا. رنا، أنا كتير كتير سعيدة أنك موجودة معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، مرسي كتير، مرسي على المقدمة، يعطيك ألف عافية. شكرا. رنا، بداية يعني هيك خبرينا شوي عن حالك. أنا بلشت مسيرتي كان عمري 16 سنة بنادي الهارلم. بلشت درب فئة عمرية صغار، عمري 4 سنين، وحبيتها كتير. بلشت فيها as a volunteer، بعدين انتقلت لنادي الهوبس لسنتين، وبعدين أنا من بنادي الرياضي من 2012. حبيت كتير هذا المجال، هو اللي خولني من تقريبا من الصف البكوان أن أنا أتجه لأن أعمل physical education، هذا اللي تخصصته بالجامعة اللبنانية. وكنت عم طور دائما حالي بكوتشنج كلينيك برات لبنان، ان كان بالامارات او ان كان بيوروب مثل مدريد ومثل المانيا. وبعدين حبيت اني اتخصص فيها، وكنت بجامعه لايبزيغ بالمانيا تخصصت انترناشونال دبلومه بالباسكتبول، هي سبورت ساينس سبيسيفيك ان الباسكتبول. هيدي كانت النقله النوعيه تبعيتي. انقبلت بين كثير مدربين هونيك، وقدرت اني احصد علامات كتير منيحة، وكانت هاي ديستينكشن بالباسكتبول. وهون قدرت اني ارجع كتير اتطور باللعبة، وتدرجت بالنادي الرياضي من فئات عمرية لحديت الفيرست ديفيجن شباب، وكنت كمان مدربة مساعدة اول شيء، وبعدين كنت مدربة بالجامعة الامريكية. اسمعلي عليك، وهذا كله يلي عم نسمعه وعمره صغير، لما رح اقول له عمره، بس عمره كتير صغير صراحة. طيب، خبرتينا كيف تدرجتي بالنادي الرياضي لحتى وصلتي لهون، شو هو دورك اليوم؟ أنا دوري مساعدة تانية للفريق الأول. دوري أني حضر الجيم قبل ما يلعب، يعني إذا نحن عنا ضد فريق معين أنا لازم أكون معي 3 جيمات اللي قبل. بقعد بقطع الجيمات حسب التاكتكس اللي طالبها كوتش أحمد مني. بنحضر بلان، وقبل ما ينلعب هذا الجيم بنعمل ميتنج مع الكوتش أحمد وكوتش جورج عقيقي ثرو هذا الفيديو اللي أنا حضرته، إذا كان في بده أدت بنعمل له. بلس اللعيبة بيحضروا هذا الفيديو إذا كان على صعيد الأوفنس أو على الديفنس، بينقسم دائما 2 بارت، وبيتحضروا على أرض الملعب على الفريق الخصم. وهيك بتم التحضير من أنا اللي بكون هذه وظيفتي بالفريق. من بعد الجيم كمان الجيم اللي لعبناه دايما بدي أنا أقطع الأغلاط يلي نحن عملناها بهذا الجيم. ليرجعوا اللاعب يحضروا حتى ما نعيد أخطاء ونكون أخطاء متكررة. أوكي. رنا، بتلاقي صعوبة إنك عم تشتغلي هذا الشغل، خصوصا إنك عم تشتغلي مع أسماء كبيرة؟ أكيد، لكن دفنتلي هيدي الإكسبرينس إذا فيك تحطيها، مش عم بقلل من قيمة غير أندي يعني طبعاً. كلهم احترام طبعاً. بس إنها تكون بالنادي الرياضي it's like times 10 عن other clubs إذا بدك تحكي فيها على صعيد لبنان. so كتير صعبة، بس بذات الوقت سلسة، لأنه اللعيبة هن بدهم بس شخص يحترمهم ويسمع لهم، وهذا الشيء أنا بقدر أقدمه إياه للاعيبة. والجهاز الفني على رأسه كوتش أحمد فران حاطت هيدي الكريتيريا إنه لازم يكون في احترام من أعلى الهرم لأصغر روكي بالفريق. ولما يكون هيدي الرولز أو الستركتشرز موجودة بقلب الفريق، سو دفنت لكل شيء بيكون سهل.
اوكي، طيب خليني هلا اسالك سؤال، وانك عم تشتغلي تحديدا مع الرجال، نعم في صعوبة؟ هيك وهيك، لأنك دايما يعني هنا بيقولوا البنات مودي، بس الشباب definitely مودي أكتر يعني. سو دايما بدك تعرفي كيف تتعاملي معهم للشباب، ولا تقدري إنك توصلي للتارجت يلي أنت بدك إياه، من الهدف المعامل يلي أنت بدك إياها. من فترة على فترة، وعلى كثرة الاكس انه مش الاكسبيرينس، عم نعيش مع سوا مع بعض صح، كل يوم صرنا يعني، في بعضنا يعني، ايه صرنا أكيد بنعرف ونحفظ بعض، سو هذا كمان بسهل هذا الاسلوب 100%. يعني. طيب وفي عندك خطط إنك تضلي بالرياضة ولا إنك تنقلي؟ انا بعدني راجعه من كندا، انا سافرت من سنتين على كندا، they hire me for assistant coach بالبرتا، فعملت سيزن بكولج برا، قدرت اني ساعد الفريق انه نربح البروفانس تبع البرتا بعد 20 سنه هن مش ربحانينها، وقدرنا نطلع 30 اوفر كندا. نقلت من البرتا لكباك، اشتغلت ب one of the best prep school للباسكتبول، كانت هيدي يعني لو زبطوا ورائي انا كنت ببقى، وهذا كان حلم لإلي اني اشتغل ببريب سكول للباسكتبول، بس للاسف ما الاوراق كان فيها شوية تكتيكال انه قصص ما زبطت، هذا الشيء اللي خلاني اني ارجع على لبنان وارجع على صفوف النادي الرياضي، وهذا اكيد بتشكر الحاج مازن طبارة انه اعطاني رجع هيدي الفرصة، واكيد كوتش احمد فران انه وثقوا فيي وقدرت اني ارجع اكفي مع النادي الرياضي. لهلا انا مبسوطة باللي انا عم بعمله، ما بعرف شو بصير لقدام يعني. هلا انت قلت لها للاسف لان هيدا حلمك، بس نحن مش كثير متاسفين صراحه، نحن كسبانينك عنا. رنا معقول تكوني مدرب اول لفريق كره السله بس للرجال؟ لك هذا السؤال كثير بنسال عليه، بس حقول لك شغله، انا بنبسط انه بعد كل هالفتره بالباسكتبول بلبنان ما في بنت قدرت تكفي السيزون صح. او تكون موجوده، سو هذا يمكن اول مره يعني انا بال 2020 عشتها وهلا عم بعيشها، وبعد لهلا انا ما بشوف في بنات بغير انديه موجودين بهذا الصفوف، سو لهيدي الانيشيتيف صارت لاول مره من بعد قد ايه، وقديش الباسكت بول عنا هي اللعبه الاولى بلبنان، هذا الشيء كثير حلو. ليتر اون بالفيوتشر ما حدا بيعرف شو بيصير، بس انا علي هلا اني اثبت حالي واني اشتغل واني ارضي الجهاز الفني اللي على راسه كوتش احمد فران بشغلي، حتى ضل في عندي هيدي الاستمراريه. أكيد. خبرينا هلأ كمان رنا عن نصيحة بتوجهيها للكل، وخاصة الصبايا يلي عبالهم أنهم يكفوا بالأمور الرياضية. اول شيء بقول لهم لكل صبيه هي بتحب تعمل كوتشنج وباسكت بول بشجعها، لانه هيدي اللعبه الاولى هي بلبنان، وهلا gonna be more booming اكثر من سنه لسنه، especially انه رجال وصلوا على بطوله العالم، البنات حافظوا على الديفيجن اي تبعيتهم، سو الباسكت بول من اليونج جينيريشن للاليت عم بتبلش بلبنان اكثر واكثر تتطور. بحمسهم وبقول لهم انه دائما يو هاف انه تلحقوا الباشن تبعيتكم اذا عندكم اياها، بس يو هاف تو تيك اللادر ستيب باي ستيب، يعني ما حدا يطلع يقول انا بدي يصير فوق قبل ما اشبع من القصص اللي بتوصلني لفوق، يعني اني اعيش كل مرحله بمرحلتها بالباسكت بول، لانه هذه هي النجاح، الكونسستنسي، انه واحد انه ينجح ويتعب على حاله، انه يتطور ويعملوا كلينيك، يسافروا، ياخذوا خبرات برا، تو بيلد فريندز من برات لبنان بالباسكت بول لما يسافروا، هيدي هي الكوميونتي اللي بتخليهم انه دائما لا انه النولج تبعيتهم يقدروا يطوروها ويحسنوها، سو اكيد بشجع كل بنت انها تتطور بهذا المجال، وانا حدا لحتى ادعمها. ثانك يو، ميرسي كثير رنا، اهلا ولا وسهلا فيك، ميرسي كثير لك، ومره ثانيه انا كثير مبسوطه كمان اني ميرسي شرفتينا. ثانك ميرسي يو، لك يعني، الف عافيه.